هيمتحن يا جماعه. اقول حاجه تعالى على اسمك اخر اسبوع يوم الخميس مش هيمتحن لك اسمع الصبره اقول لك ايه عادي ده اسمه ثلاث هنراجع بسم الله الرحمن الرحيم. يا جماعة فينا حاجة اسمها جلوميريولاس جلوميريولاس نفتح عليها كده جلوميريولاس صفحة كام جلوميريولاس يا حسين؟ 80 95 هو ده كده يا جماعه الحصه اللي فاتت الحصه النهارده كلها اسئله نظر كلها مهمه جدا والشابتر اليورينا من الشباب اللي تهتم بالرسومات اللي فيها تنسيبوا احنا رايحين ازاي الجلوميريولاس انا قلت قبل كده ان الكره دي اسمها رينا كورباسل اسمها تاني في ناحيه هيدخل منها افرنت ويطلع باسم ايه هنسميها فاسكولار بول اسمها ايه وناحيه يطلع منها ايه البروكسيمال كونفليوت هنسميها ايه؟ يورينالي يا ريت ترسمها عندك بس المنظر ده ولا حاجة كورة اسمها رينا كورباسل كورة اسمها رينا كورباسل لو الناس سكتت يا جماعة هخلصكوا بدري في كورة اسمها رينا كورباسل كورة لها كام بول لها كام اتجاه اتجاهين بول بيدخل افرنت ويطلع افرنت يبقى اسمه ايه؟ فاسكولا وبول بيطلع منه البروكسيمال يبقى اسمه ايه؟ يورينري بول اجلوميريولاس مهمة نظرة أي حاجة هقولها الحصة دي والحصة دي كلها مهمة نظرة يعني كده في امتحان اتكلم عن اجلوميريولاس أول حاجة تقول لي إن هي الفاسكولار بول بتاع رينا كولباسل فاسكولار بول أوف رينا كولباسل ايه؟ يورينري بول يبقى تعريفها فاسكولار بول اوف ذا رينال كورباسل ايه في المروحه يا ايوه بس عشان تفهم خلاص يا جماعه المروحه مش مروحه خلاص هي قالت الاول خلاص ايه في المروحه انا مش بس خلاص يا حب حصة مهمة وبقول الامتحانات مهمة نظري ماشي مهم المهم اللي داخل ده اسمه ايه؟ افرنت انا بقول كلمة عندي كلمة افرنت حط تحتها خط هيتفرع الى ايه؟ كابيلاري اللي اسمها جلوميريولاس يبقى جلوميريولاس نفسها كلمة كابيلاريز ريكولكت تتجمع تاني نطلع باسم ايه؟ افرنت يعني هذا باراجراف فيه ثلاث كلمات افرنت وكابيلاري وافرنت طبعا هنهتم بمين؟ بالكابيلاري فده اول حاجه هيبدا بيها جلوميرولار كابيلاريز از لايند ويز فينستريتد اندوثيليا وعايز ياكد المعلومه يعني فيها ايه؟ بورز ويز ويل ديفلوبد بيزل لامينا خلاص كلها حته واحده تاني الجلوميرولار كابيلاريز لايند ويز ايه؟ فينستريتد اندوثيليوم ده اكدتك المعلومه ويز ايه؟ بورز يعني في فتحات وهاز ايه؟ ويل ديفلوبد بيزل لامينا بقى مين؟ الافرنت والافرنت هيقولهم في الان بي ده كلام عليك هتحفظه الافرنت اكتب عليه اندر بريشر يعني في ضغط دم فلازم تكون الول ايه؟ سك وحتى فاكر الول كان بيتكون من ثلاث طبقات انتما وميديا وشيش مين اهم واحده فيهم؟ الميديا اللي فيها مصر يبقى سيك ميديا كده وبس تحط فيها الاستيك فايبرز كتير سيك الاستيك لامينا وفيها خليه هتفرز اسمها ايه؟ جاك ساجلوميدولار سيلز شفت الكلام؟ اعكس بقى في الافرن مفيش بريشر يبقى نقول ايه؟ فين؟ تبقى الميديا ايه؟ واللاستيك لامينا ايه؟ سن كده سوكلز جلوميريولاس تعريفه فاسكولار بول اوف ذا رينال كورباسل تحكي الحدود افرنت يدخل يتفرع يتجمع باسم افرنت
فصل عن ثلاث كلمات افرنت والافرع اسمها كابيلاري يطلع باسم ايه افرنت الافرنت اندر بريشر يبقى سيت وول سيت ميديا سيت بلاستيك لامينا وفي خليه فيتوس هرمون اسمها جاكس هرمونال سيلز الكابيلاريز لايند ويز فينستريتد اندوثيليوم وزبور وليها ويل ديفلوبد بيزال لامينا رقم 3 دي كنت ناقص كلمه سنه سهل الكلام الحصه اللي خدنا قبل كده الباقي قلت على بعضهم النظر هناخد حاجه اسمها ميزانجيال سيلز عشان نفهمها في رسم عندك ثاني صفحه ودي كده بدايه رايك في الرسمه دي وحشه طبعا صح الرسمه دي يا جماعه جميله جدا على فكره عايزين نكملها خد كده اهي امسك الرسمه كده زي ما انا ماسكها كده بالظبط ايه من الكتاب اهو شايف الخط ده والخط ده شايفه لفه كده كده هي رسمه كده اصلا هي رسمه كده يا جماعه كده اهي يا جماعه الرسمه اهي الرسمه بتاعتي لما جاي ازاي الرسمه دي مهمه على فكره بس ما اخش اكملها اهي برسم خط كده وانزل وخط كده وانزل نزلت على الكلام ايه بتاع الكلام ايه؟ بتاع الكلام ايه؟ وهي بتنزع الكلام ايه يعني الكلام ان شاء الله يعني؟ الكتاب باص طب بص حسمها لكم اهي حد رد عليا لو تخيلت ان ده الافرنت ارتريول ده اسمه تاني؟ المفروض كان اسمه عندك عشان تتخيل اتجاه الرسم وده كده اسمه ايه؟ افرنت صح؟ هيتفرع الى ايه؟ كابيلاري الرسم عندك كام براد كابيلاري؟ ثلاثة والوول بتاعها ايه؟ فينستريتد يا جماعة حد من دول ولا ايه؟ يا جماعة بعد كده يا جماعة نفسي بدري يا جماعة لازم تتأخر ما حد البلطو بس هو اللي جاب بتاعنا ده كده برسم ايه تاني؟ اهو واضح كده ولا ايه؟ تاني اهو هو ده يا جماعه الجلوميرولس دي اسمها ايه تاني؟ افرنت السمع عندك على فكره ودي اسمها افرنت ودول اسمهم ايه؟ بلاد كابيلاري وراسمنا جوه واحده ايه؟ ار بي سيز بصوا يا جماعه لازم عندك بعد كده في خليه عامله كده خليه لها جسم وطالع منها الزوايا عامله كده اسمها ايه تاني؟ ادي اول واحدة ادي الثانية دول البوتو سايت خدناهم الحصة اللي فاتت بشرح في الرسمة على فكرة يا جماعة الرسمة عندك مرسومة دي يا جماعة مرسومة عندك في الرسمة هي الحتة دي فأنا عايز أكلمك الرسمة كان من كاملتها ايه؟ قلت لك عندك خط كده كملوا لي كده أهو والخط ده كملوا لي كده بس هو يا مولاي الرسم كمان دي انا بقى بكملها لك اهو هي رسم اصلا غلطتها جايه كده بس وانت ما عندكش تخيل عشان ما اتفرجتوش على توم وجيري انتوا جيل برضه مظلوم على سبونج بوب قاع الهامور ايوه قاع الهامور ميه في الميه فدي اسم رسمه كده عشان تكملها طب بص حد رد عليا الخلايا دي اسمها ايه؟ سيمبل سكويرس اللي قلنا كونتينوس مع مين؟ مع الكيبورد بتاع الكيبورد بتاع البروكسيما اهو الشابتر ده يا جماعه مش هيبس دي مش هيفهم حاجه مش هتفرق معانا ولا لا؟ مش هتفرق معانا يا ياسين مفرقش معايا يعني انا اهم حاجه عندي ان انتوا تتعلموا هيستوري على فكره يا جماعه والله بجد اللي بياخد هيستولوجي ده عشان يفهم على فكره لو قعدت ممكن تذاكره هتجيب درجات بس انت في الاخر مش هتبقى فاهم يعني ايه هيستولوجي تيجي في الباثولوجي يفضلوا يشتموا في بتوع الهيستولوجي فتحاول تفهم القصه ماشيه ازاي يعني الرسمه دي اللي تشوفها مش هتفهم مش هتفهم الرسمه دي والله رسمه جميله جدا ما تخيلش بس انت تكملها حتى لا يرد عليا الطبقه دي اسمها ايه تاني؟ اكسترنال بارايتال لاير اوف بومن كابسول والخلايا دي شايفها؟ اسمها ايه بقى دي؟ اسمها
اسمها فيزرال اللي هي عباره عن خليه اسمها بوبوسايت. وهتلاقي عندك راسم كده خط باهت وكاتب عليه بيزمنت ممبرين. بص عامل كده اهو، بص عامل كده، شايف عندك في الرسمه؟ كاتب عليه حتى بيزمنت ممبرين اهو، ده كده بيزمنت ممبرين. طبعا عشان تفهم اعمل لك سهم كده، شايف السهم ده عندك؟ واعمل لك سهم هنا برضه، واعمل لك سهم هنا. ايه معنى السهم ده؟ البلد هو ده الفلتريشن، اللي هو ده هنا بلد وهنا ايه؟ جي اف. شايف كده اللي جوه البلد كمان اسمه بلد، وهنا اسمه تاني جي اف. اللي بينهم اسمه ايه؟ البلد هنا البارير. حد بقى يقول التباطؤ من هنا؟ اهو فينستريد اندوثيليوم، ادي اول ايه؟ الاف الثانيه فيوز تبيزا لامين، الاف الثالثه فلتريشن ستيت ما بين الفنتريز. هرسم بقى خلايا هنا في النص، نرسمها بدون الاسم اهو. يلا اسمها ايه عندك؟ اسمها ايه؟ ميزنجيال سيلز. اهي خلايا يا جماعه اسمها ميزنجيال. قلت انا كده كلمه ميزو يعني ايه؟ ميزو في النص، في حاجه اسمها ميزو ديرم في نص مين؟ الاكتو والاندو. ميزو معناها نص، بس هنشيل الاو حط بعدها كلمه انجيال يعني. انجيو معناها بلاد فيزنس. حتى تشوف في كلمه اسمها ايه؟ انجيو تنسر، اللي بترفع الضغط في بلاد فيزنس. فالخلايا دي اسمها ايه تاني؟ ميزانجيا. بس لو ركزت في خليه تحت اسمها انترا جلوميدولا، في خلايا بره يبقى اسمها ايه؟ تجيب انا عايز اكمل الرسمه؟ فين البروكس هتعمل بعد كده ايه؟ لوبو فين صح؟ ولوبو فين تعمل لي ايه؟ ديستر. تعرفوا معنى الديستر تيجي فوق هنا؟ الحته دي؟ اهو بص معايا اهو. يا جماعه لو تيجي نرسم النفر على السبوره برسمهوش كده. بيداك اسمها ايه؟ رينا ثم بروكسيمال ثم لوبو فينر ثم تيستا. ده كده المفروض على الرسمه، لكن في الحقيقه طبعا لا، ده كده عشان ما ياخدش سبيس. كان كدني فيها حوالي مليون نفر، يبقى كده مين اصبح جنب مين؟ البدايه جنب النهايه. متخيلين؟ يعني ممكن ارسم هنا مين؟ الديستس مش كده وبس، ده الحته من الديستر اللي في المثلث ده خلايا لازقه في بعضها الكراودد. حد عارف اسمها ايه؟ برافو صح، ماكيولا دينس، حته غامقه. بعد كده الخلايا تتعدل اهو. ايه اهميه ماكيولا دينس؟ بتتاكد ان النفرون اشتغل صح، فبتقيس مستوى الصوديوم. شايفين المثلث ده؟ اسمه المثلث ده؟ اهو جاك ستوب جروميدولار اباريتس. هو ده من اول فيلم. طب هقول لكم حاجه، الرسمه دي مرسومه تاني في صفحه 99. رسمه بالظبط، بص عليها تاني. يلا هي الرسمه دي، حد يقول معايا اللي تحت دي اسمها ايه؟ بروكسيمال كونفليوتد تيوبيول. واضحه؟ الدايره اللي بره دي اسمها ايه؟ اكسترنال برايتر لير اوف بومن كبسول. يبقى ده السبيس بتاع البومن كبسول اهو، ده السبيس اللي بيطلع فيه ايه؟ الجي اف. خلاص عندك خليه كبيره كده، شايفها عندك؟ اسمها بودوسايت. ورد فرد حد يقول عليه الدنيا بودوسايت؟ لا يا جماعه البودوسايت اهي اهي، الخليه الكبيره دي اهي، بصوا دي، دي بوتوسايت، بوتوسايت ثانيه، بوتوسايت ثالثه، بوتوسايت رابعه اهي. شاور على بوتوسايت، شفت البوتوسايت؟ ورسم عندك كام بلاط كابيلر؟ عدهم لي كده. سته بلاط كابيلر. فين البلاط كابيلر؟ الدوائر فين البلاط كابيلر؟ يا جماعه البلاط كابيلر رسمت طريقه حلوه قوي، بصوا رسم لك البلاط كابيلر كده وحط لك جنبها صوابع. اللي هي البنت اهو، هو رسم عندك كده اهو، رسم عندك سته بلاط كابيلاري ورسم فوق مين؟ واحد اسمه افرنت اهو، الناحيه الثانيه اسمه ايه؟ افرنت. ما بينهم مين؟ ديستال كونفيوتي تيبيول، الخلايا اللي الناحيه دي عاديه كيبويدا
ابن خلايا هنا صلحت ايه؟ كولمنر وكراودد، فظهرت غامة تحت الميكروسكوب فسميتها ايه؟ ماكولا دينس. وانا قايل من شويه الابسنت في خليه اسمها ايه؟ جاكستا اجلوميرولار سيلز. تاني دي هتقيس مستوى الصوديوم، تعمل استيميشن لدي اسمها ايه؟ تفرز لينين في الابرنت. هذا لين ايده اهو. ده ابسنت وده ابسنت، الابسنت تخين عشان فيه بريشر وفي خليه اسمها جاكستا اجلوميرولار سيلز. الناس تابع الرسم ولا؟ انا بس النهارده باخد الخليه في النص دي اسمها الخليه في النص ميزنجيال سيلز، اكتب عليها مهمه نظري وعشان خاطر الناس اللي بتيجي تذاكر بتلاقي اسمها غبي، ايه ميزنجيال سيلز دي؟ فتقلبها. لا ده نظري مهم، ميزنجيال سيلز نظري مهم. بداية القصيدة في عندي كم نوع؟ نوعين، نوع جوه الجلوميريولس يبقى اسمه ايه؟ انسر، ونوع بره اسمه ايه؟ الاكسترا، الاكسترا بيدخل في تركيب مين؟ جاكستا جلوميرولار كومبلكس. فاهم كده ولا ايه؟ ميزانجيال سيلز يا جماعة دي عبارة عن خلية ما بين الأوعية الدموية. أدي أفرنت، أدي إفرنت، أدي بلاد كابيلاري. اللي موجودة تحت ما بين البلاد كابيلاري اسمها انترا جلوميرولار. اللي موجوده فوق ما بين الافرنت والافرنت اسمها ايه؟ اكسترا جلوميرولا. يبقى الميزانشال سيلز تو تايبس، رقم واحد اكسترا جلوميرولا، رقم اثنين انترا جلوميرولا. الاكسترا بتعمل كومبلكس اسمه جاكستا جلوميرولا كومبلكس. ندخل على الانترا. اول جمله ايه؟ بريزنت بتوين البلاد كابيلاري. صح، موجوده بين البلاد كابيلاري. رقم اثنين الخليه برانشنج يعني سكليت، يعني طلع منها سيتوبلازم بروسيس، سيتوبلازم ازرق والنيوكليس دارك. موجوده فين؟ جوه البيزمنت ممبرين، بص المنظر جوه البيزمنت يعني البيزمنت بحوطها هي كمان. زيها زي الخليه خدناها السنه اللي فاتت اسمها بيريسايت. حطوا كلمه بوزيشن از بيريسايت، يعني زي البيريسايت. الحاجه كلها دي هات. بريزنت بتوين البلاد كابيلر. الخليه البرانش سيتوبلازم بيزوفيليك موجوده فين؟ جوه البيزا اللبن زي البيريسايت. لها اربع وظائف. اول وظيفه فاجوسيتك، حتى خدناها السنه اللي فاتت، خدناها في الجدول بتاع كلم اول سنه كلم بس كلم صوت كانت فاجوسيتك. اكتب جنبها بتنظف الفلتر، بتنظف الفلتر مش الكيدي دي فلتر. مين هينظف الفلتر؟ مش كل شويه فتحات هتتقفل؟ هي دي اللي خليها بتنظف الفلتر. شوف الحته دي كده، امال تنظف الفلتر كل شويه. يبقى رقم واحد فاجوسيتك. رقم اثنين بتصنع وبتحافظ على اللزقه ده، اللزقه ده اسمه ايه؟ بيزمنت ممبرين. سنسسايز اند مينتين لجلوميرولار بيزمنت ممبرين. فيها اكتين ومايوسين يعني كونتراكتايل، فتشد على البيزمنت ممبرين تقوم تعمل في ضغط بلدي. تضيقها وتوسعها. مكتوب عندكم ريجيوليت الجلوميرولار بلاد فلو، لان هي كونتراكتايل ان فانكشن. مكتوبه في النقطه الاخيره، خلي بالك في النقطه الاخيره ريجيوليت الجلوميرولار بلاد فلو لان هي كونتراكتايل. كونتراكتايل يعني فيها اكتينو مايوسين. الوظيفه الاخيره سبورت البودوسايت في الاماكن اللي ما فيهاش بيزمنت ممبرين. محدش يسالني ايه الاماكن دي، انا مش شايف خالص. سبورت البودوسايت في الاماكن اللي ما فيهاش بيزمنت ممبرين. حفظ ما فيش مشكله. نقول تاني الخلية اسمها الأول، هترد عليا ميزانجيال سيلز. اوعى تنسى نوعين، نوع بره اسمه ايه؟ اكسترا جلوميرولا، هشرحه بعدين. موجودة في الجاكستا جلوميرولا أباريتس. ونوع جوه اسمه ايه؟ انترا، كله بيهات. بريزنت بتقول البلاد كابيلاري، برانشد بيزوفيليك سيتوبلازم، زيها زي البيريسايت. لها كم وظيفة؟ أربعة، رقم واحد بتنظف الفلتر، رقم اثنين بيزا لامين مسؤولة عن تصنيع والحفاظ على البيزا لامين، رقم ثلاثة كونتراكتايل زيها زي البيريسايت ريجوليتد دايمتر، أربعة سبورت البودوسايت. كتر خيرك يا عم في الأماكن ما فيهاش إيه؟ بس كده نيجي بعد كده مع الجدول اللي معاك. البروكسيمال والديستال مشروحين في الكتاب.
بعد كده عمل بيهم جدول، فانا جمعت الكلام كله حطيته في جدول واحد. يعني ما تذاكرش من الكتاب؟ لا هتذاكر من الورقه دي خلاص. ما تذاكرش من الكتاب. قال لك في الامتحان اشرح البروكسيمال هشرحها هيك. اشرح الديستال هشرحها هيك. قارن موجود على شكل جدول مقارنه. وجدول كبير، الاستاذ ما سيبه كله طبعا. نعم. الرسمة دي مفيهاش اكسترا مونيولا. الرسمة دي؟ لا مفيهاش اكسترا مونيولا. الرسمة دي 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 مفيهاش استنوا مرة كده. فاكر الرسمة دي يا جماعة؟ قلت لك اعمل خط هنا كده؟ اه بيبقى فوق الكورتكس. اهو فوق كورتكس. تحت المظلة. فاهمين الرسمة دي ولا إيه؟ ده ترتيب النفرو. رينا كورباسل، البروكسيمال، لوبوف هينل، ديسكال، واللكتنج تيوبيول. وبعمل خط كده. فوق كورتكس تحت إيه؟ المظلة. دلوقتي هجيلك في الامتحان. قارن ما بين البروكسيمال كونفليوت تيوبيول والديستال كونفليوت تيوبيول. ده هناخدها النهارده. هناخد صفحه الناس كده ونمشي. الساعه كام دلوقتي؟ 10 كمان. يعني 10 دقايق بالظبط نخلص الجدول. ما هو 10 دقايق. بص معايا. واحد واثنين وثلاثه تبقى جنبهم بالعرض كده لينس. بروكسيمال 15 مللي ودي اللونجست سيجمنت في النفر 15 مللي يعني سنتي ونص يبقى لازم تكون ايه؟ كونفليوتد حرف السي ما تسميتها كونفليوتد ليه؟ تبقى مور كونفليوتد ولما اعمل فيها سيكشن وابص تحت الميكروسكوب هلاقي السيكشن مليان ايه؟ مليان بروكسيمال لكن الديستال دي 5 مللي يعني شرطه تبقى اخبارها ايه؟ ولما اعمل فيها سيكشن الاقيها قليله فاهمينها؟ كده كده النمبر بتاعهم واحد في الحقيقه يعني لو واحده بروكسيمال تبقى كام واحده ديستال؟ واحده ديستال انا بتكلم تحت بالسكوب انت عملت سيكشن الاقي السيكشن متغرق ايه؟ بروكسيمال اشمعنى؟ عشان مور كونفليوتد اشمعنى؟ عشان طويله ودي اخبارها ايه؟ لس اشمعنى؟ ليس كونفليوتد عشان قصيره. يبقى الثلاث كلمات معناهم واحد، معناهم ايه تاني؟ لينس. فهمت ولا؟ النقطتين بعد كده اكتب عليهم كورس. الكورس بتاعها بيجين فين؟ واند فين؟ انت فاهمها من على الرسمه. بيجين فين واند فين؟ بيجين في الحته دي سميتها من شويه ايه؟ يورينري بول في الكورتكس تنتهي فين؟ سيك ديسندنج جلوب اوف هيلن عند الكورتيكو ميدالري جنكشن فكان فاهم صح ولا غلط؟ عايزين نلعب يد يا جماعه قلم عايز قلم بنا عليك الخميس هات معلم زياده مش هتاخد قلم واحد جاي يروح يجيبه احنا نبص على قلم هو بيجين فين؟ في اليورينري بول موجود في الكورتكس واندي فين؟ سيك ديسندنج جلوب اوف هيلن عند الكورتيكو مدار جنكشن دي بقى العكس هتبدا في الحته دي سيك اسندنج جلوب اوف هيلن عند الكورتيكو مدار وتنتهي في الكوليكتنج تيبول موجوده فين؟ الكورتكس فاهم اتجاهات يعني دي بتبدا هنا في الكورتكس وتنتهي في الكورتيكو مدلل دي هتبدا في الكورتيكو مدلل وتنتهي في الكورتكس دي بدايتها اسمها يورينري بول ونهايتها اسمها سيك ديسندنج جروب اوف هينل دي بدايتها سيك اسندنج جروب اوف هينل نهايتها في الكوليكتنج تيوبيول عندي عندي بعدها؟ تمام النقطتين اللي بعد كده اكتب عليهم ديامتر اند اليومن وركز في الفرق
الديامتر من 40 ل 50. ما تعملوا من 40 ل 60 وخلاص احسن. لو مسكت الرقم اكتب مكانه ايه؟ ايه؟ لارج، واكتب وايد. اكتب لارج عشان الديامتر ايه؟ سوري اليوم ايه؟ وايد. نار. الجملة تاني الديامتر كام؟ من 40 ل 60 نكتب عليه لارج ومع ذلك اليوم ايه؟ نار. الثانية النص من كام لكام؟ من 20 ل 30 ومع ذلك اليوم ايه؟ عشان اخليها اعمل كده. خلايا لو ان هايت. فاهمين؟ الخلايا لو قصيرة. تاني ديامتر اند اليوم. الاثنين عكس بعض خلي بالك، ديامتر هو القطر. دي قطرها ايه؟ كبير. ودي قطرها صغير. ومع ذلك اليوم تجويف اللي هنا ضيق. والتجويف اللي هنا واسع. فهمت ولا لسه؟ ماشي. النقطة الأخيرة خالص اكتب جنبها فانكشن. النقطة الأخيرة أيوه اللي هي آخر آخر حاجة في الجدول. إيه وظيفة بروكسيمال؟ هنكتبها زي ما كنت كاتبها. ثلاثة ريأبزوربشن وواحدة إيه؟ سكريشن. هنكتبها كده في الامتحان. ثلاثة ريأبزوربشن. واحفظ كل سطر واحدة بس، لأن أول ريأبزوربشن إيه؟ جلوكوز صح، وتاني ريابزوربشن كالسيوم ماشي، والثالثه ووتر. ما تكتبهوليش في نقطه واحده. انا عايز اقول لك ان الخلايا دي بتمتص وبتمتص وبتمتص. يعني مليانه مايكروفلورا. بص بقى على الثانيه. واحده ايه؟ ريابزوربشن. تمتص ايه؟ الووتر والصوديوم. المفروض انت تكمل عندك من الفيسيولوجي. عندك كنترول اوف ايه؟ الاي دي اتش والالدوسترون. دي يا جماعه بتمتص الصوديوم والوتر بس اندر كنترول. اوف اي دي اتش اند الدوستيرون. الوظيفه الثانيه ايه؟ سكريشن. احفظ مواد واحده بس كفايه. تم سكريشن ليه؟ ماشي بس المفروض البوتاسيوم. لو واخد سكريشن مش عشان الصنعه تفرز. فاهمها دلوقتي. رقم ثلاثه الماكيولا دينسا. ماكيولا دينسا اهميتها ايه؟ ريسبتور للصوديوم. تاني الوظيفه. رقم واحد ايه تاني في الثانيه؟ الابزوربشن. ثلاثة هي ابزوربشن. الابزوربشن للجلوكوز، الابزوربشن للكالسيوم، الابزوربشن لمعظم المية. 63%. وسكريشن كاتب عندك كرياتينين. فاكر معنى في حاجة اسمها كيدني فانكشن تيست أخطاء في الفسيولوجي. اللي هي وظائف الكلى من أهمهم الكرياتينين. لو بيتفرز كويس يبقى كده الكيدني شغالة كويس. سكريشن أوف كرياتينين. والأيودين والسام دراجز. الناحية الثانية هي ابزوربشن سكريشن وماتشن. باقي الكلام بقى اكتب عليه لايننج سيلز. باقي الكلام اكتب عليه لايننج سيلز. كل اللي جاي. بص معايا في رسمه هنرسمها الاول بالال ام. هرسم الديامتر كبير واليوم صغير. وادي النيوكليوس وادي النيوكليوس وادي النيوكليوس كده 1 2 3 4 5. ما شفتش تحت الميكروسكوب في اسمها بروكسيمال. اسمها تاني بروكسيمال. ديامتر كبير اليوم ضيق والخلايا عليها قليله. لو عايز ارسم ديستم ارسمها صغيره خلايا قليله لو علامات فرشه من فوق هتضيق الجوف اكتر واكتر في خطوط من تحت. دي خطوط من تحت بس. Thank you.
تمنظروا باليوم اللي خلال واحد اليوم عشان جالس على سيف البس بلاك هسيبها لستين خلاص كده بس يلا بسرعه. لاين سيلز اول حاجه كتبها عندك ايه؟ انت جنبها الشيل اهو لاين سيلز تسع ايتمز. اول ايتم الشيل كل واحده شكلها ايه؟ الاولى شكلها ايه؟ قال لك كولامنر اور سوري كيبويدا اور كولامنر اور بيراميد. طب هي فعلا دي بتاع بيراميد اكتر على فكره. لو تخيلناها هي برامج الايه؟ برامج الفعلة. اما الثانية ايه؟ سيمبل كيبويدر بط لو ان هايت يعني قصيرة. هذا أول حاجة الشيب. النقطة الثانية النمبر. دي عشان كبيرة عددها قليل. بعدهم من الأنوية طبعًا. أنا مفيش سن بين ما بين الخلايا. أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة. يعني ثلاثة لخمسة. أما الناحية الثانية كتيرة. من خمسة لثمانية. يبقى الشيب والنمبر والسيلز رقم ثلاثة. ثلاثة نيوكليوس؟ النيوكليوس. هنا الخلية بيراميدال تبقى نيوكليوس ايه؟ راوندد وبيزا. أما هنا كيبويدا راوندد وسنتر. بعد كده الابيكال بوردر ابيكال اللي هو هنا اهو بصوا عليه باللايت مايكروسكوب براش بوردر او ستريد بوردر. ابص بالاي ام عباره عن ايه؟ نيوماس لونج مايكرو فيلات. اهميتها ايه؟ انكريز السيرفيس اريا فور ده كده ري ابزوربشن ثلاث مرات. تاني الابيكال بوردر هنا عليه براش بوردر عشان في نيوماس لونج مايكرو فيلات. من الناحيه الثانيه في براش بوردر عشان ايه؟ شورت مايكروفلاي. فيو شورت مايكروفلاي. بعد كده السيتوبلازم اسيدو فيليك وجرانيولار. يعني ايه جرانيولار؟ منقص كده. اما الناحيه الثانيه اقل. ليس اسيدو فيليك وليس جرانيولار. نخبة كده الاثنين اللاترال بوردر يعني اللاترال سيب من برين. هنا اخباره ايه؟ اندستنكت. عارفين يعني ايه؟ مش واضح. صدقنا ده يعني تمام. ليه بقى؟ عشان المنظر اللي تحت عشان في حاجه اسمها انتربريتيشن. بص سيب من برين الثاني هقسمه. بص اهو شفتوا؟ عارفين عامل زي ايه؟ ايوه زي السوتشر بتاعت الايه؟ السكال. ماشي اهي اللي احنا بنقسمه بين مش واضح. لكن هنا بقى واضح جدا. هنا مفيش حاجه. زي ما انت صايف كده تمام. طب انزل بعد كده تحت البيزل سيرفيس. معرفش يلا يا جماعه تاني بيزل. هنا في ايه؟ استرايشن. بيزل استرايشن ايه سببها؟ بيزل انفولدنج في السيل ممبرين وبارل الميتوكوندريا. فين خدناها فينا قبل كده؟ استرايشن الضغط. عشان تعمل ايه؟ اكتف ترانسبورت. اعمل لي كده اكتف ترانسبورت. تاخد مواد من الدم وتدخلها الخلايا وبعد كده تطلع في اليورين. ده كده اليومين. طب والناحيه الثانيه برضه في بس لس اهو في بس لس اقل اللي هي الخطوط دي هنا زي هنا بس هنا اقل في العدد. بعد كده البيزمنت ممبرين اهو هنا وهنا كلير بيزمنت ممبرين.
اخر جزء صعب عشان مش عايز نسمع تسجيل. يمكن مكان ايه ابزوربشن؟ ثلاثه. يمكن مكان ايه ابزوربشن؟ واحد. هدي تنقص في 100 كبيره قوي. فعشان تنجز في الوقت واسمع المنظر دي كده مايكرو في اللاي اهي ودي مايكرو في اللاي ثانيه. هم عاملين لنا حفره كبيره والناس بتاخد لك عايزين نتبص. دي كده اصلح اسمها ايه؟ كاناليكيولار. اسمها ايه؟ اقفلها من فوق اخنقها وتقوم تنفصل. يبقى اسمها ايه ساعتها؟ بايو سايتوتيك فيزيكال. بتنفص كتير فعايز تنجز في الوقت. الجدول ده يا جماعه مكتوب من الكتاب على فكره، بس هو الكتاب مشكلته شرحها لوحدها ويقول لك انا عامل جدول. فجاب كلام من هنا وكلام من هنا فاصلح كلام كتير. انت برضه مش مطالب تكتب كل كلمه في الامتحان. بس انت تقسم الجدول في دماغك، اول ثلاثه كانوا ايه؟ ليمبس واكتبهم ثلاثه برضه. واثنين تانيين سبورتس واثنين دايمتر واليومن والاخيره وظيفه. وعندي تسعة ايتمز سواء بس وخلاص كده مستعجلين دقايق بس عيد بس الحته دي. لايمز فهمتوا؟ اه ايوه ايوه حد عايز يمتحن؟ في امتحان هيبقى يوم الخميس يا جماعه. انا دلوقتي بمتحن من دبراين.